احنا نازلين في الارض فيها اقدار صعبه، في شيطان، في معركه، فلازم ربنا سبحانه وتعالى من حكمته ومن رحمته بينا انه ينبهنا. ما تزعليش يعني من المعركه دي، اعتبريها ايه، جيم. وكلمه جيم دي انا ما جبتهاش يعني من عندي قوي، يعني هي برضو في القران ربنا سبحانه وتعالى قال لنا انما الحياه الدنيا لهو ولعب. يعني الله سبحانه وتعالى بيقول لك خدي الدنيا على انها لعبه، هي مش حاجه حقيقيه. يعني مهما قابلت من صعوبات فبرضه هيجي لك يوم ويبقى الجيم انتهى، ومهما قابلت من متع وشهوات واتبعت شهواتك برضه هيجي لك يوم وهيتكتب ذا اند. فبالتالي يعني ما تاخديش الموضوع بقى باعتراض وليه ويا ربي والكلام ده كله، خديه بالتسليم، واعرفي ان الله سبحانه وتعالى ذو حكمة بالغة في الـ الاختبار ده.